يا كل الحنين للأرض المنسي رسمتك غني بظلمة عيني تتنور علي وتحملني للعيد يا الحبك غمرنا ميلادك نطرنا. تعيش مع عائلتها المتواضعة في ميروبا، كرست حياتها للترانيم والأعمال الكنسية، أطلت على الشاشة في العديد من البرامج الحوارية، فلمعت وأظهرت قدرة واسعة في مجال الإعلام، تصالحت مع ذاتها وتحدت الصعاب، وعملت منذ أكثر من 3 سنوات في شركة ألفا للاتصالات. إنها داليا فريفر التي فقدت بصرها عن عمر 18 عاماً دون أن تفقد البصيرة، وتابعت مسيرتها بكل قوة وعزم. بعمر 18 كنت بالترمينال، من بعد انفصال بشبكة العين خسرت نظري، وأكيد كانت محطة مفصلية بحياتي، بس هيك محطة نقلتني من مطرح لمطرح جديد. عرفت أنه مش لازم أوقف عندها، أكيد ما كانت شغلة هينة، بس مع الوقت أنه صارت الأمور أكتر هيك تصير أسهل. تعرفت أكيد على برامج الكمبيوتر والموبايل اللي من خلالها قدرت صرت كمان أكتب وأقرأ، وتسهلت هذه الأمور. صحيح أن الحياة سلبت منها النور، إلا أن الظلام تحول معها إلى شعلة أمل وإيمان. عن جد الأمل دايماً بيعطينا هيك الطاقة، إذا بدي أقول لو كنا عايشين بظلام كبير، هيدي الطاقة بالذات اللي هي الأمل بتخلينا نتطلع على المستقبل بإيجابية كبيرة، فأنا بلا الأمل ما بتصور أبداً أنه بكمل. حياتها اليومية التي تملأها نشاطات متنوعة جعلت منها شخصاً مسؤولاً يعول عليه، يعتمد على ذاته ويعتني بمظهره الخارجي. 90% من الأشياء تعودت أني يكون عم بعملها لحالي، بشتغل على الكمبيوتر على الموبايل لحالي، بالبيت أكيد معودة بتنقل فيه برياحة، بنزل حتى هون على الطريق القريبة عادي يعني. هلأ أكيد لما بدي أظهر بكون بحاجة لحدا يكون معي. رسالة من تجربة حية وجهتها داليا إلى كل كفيف بشكل خاص وإلى المجتمع بشكل عام. بقول لكل حدا ما بشوف أو خسر نظره، تأكد أنه الله عطيك مواهب وطاقات كبيرة، اكتشفها واشتغل عليها. وللناس لكل مجتمع يعني دايماً بقول اعطوه فرصة، لكل الأشخاص اللي هن ذوي احتياجات خاصة اعطوهم فرصة أنه يثبتوا حالهم، يعني خلوني يتعلموا يشتغلوا، يدخلوا على الوظائف العامة، لأنه بهي الطريقة منكون عم نساهم معهم بالاندماج الاجتماعي، وكمان عم نساهم أنه يكونوا هن أشخاص منتجين بمجتمعنا. تعمل داليا جاهدة على استكمال مسيرتها الإعلامية والفنية مع بسمة لا تفارق وجهها، وآخر محطاتها توقيع ألبومها الأول رسمتك غنية، المؤلف من 13 ترنيمة، 3 منها من تأليفها، آملة أن يصل صوتها ورسالتها إلى كل الناس. يا نبع المحبة وحدك سامي.